مولانا المعي الذكي العبقري وحيد زمانه الذي لم تنجب مصر مثله أبدا ولن تنجب أبدا مثله، الإمام الكبير العظيم ماسك ملف الإلحاد هيثم طلعت، دكتور هيثم طلعت دكتورنا الكبير كل شوية بينزل مقطع يرد على أحمد عمار، حاطط أحمد عمارة في دماغه. أحمد عمارة بتاع الطاقة والحاجات دي، لو تشوفوا الفيديوهات بتاعته عن الطاقة والجذب والحاجات دي، في ناس ممكن تستفزها الحاجات دي، أنا واحد منهم في الحقيقة. في ناس ممكن بتحب الحاجات دي كتير، عندهم متابعين كتير لهذا السبب، يعني بديهم أمل وكلام من ده، كلام كله من غير دليل هكس، يعني مع احترامي لأحمد عمارة، لأحمد عمارة صديق ليا ويا ما حاول يساعدني لما كنت ممنوع من السفر، وكان بيقعد يتكلم معايا بالساعات يرفع روحي المعنوية وحاول يساعدني فعلا بطريقة أو بأخرى، يعني بصراحة نعرف بعد من سنين يعني. وهو راجل مسالم جدا ولوش علاقة بقى لا بالعنف ولا بالكلام ده يعني، عشان كده هيثم بيكفره ويضطهده، يعني انتوا وثنيين، انتوا بتعملوا كذا، ده وثنية، ده خطر على الأمة. خطر على الأمة ليه يا عم الحاج؟ هو مش الإلحاد هو اللي خطر على الأمة وانت ماسك ملف الإلحاد برضو؟ يعني ما تركز ملف واحد يا عم هيثم كده، ملفات واحد ملف منهم ولا حاجة يقع من ايدك ولا حاجة، الأمة تخسر تخسر. تخيل ملف الإلحاد وقع من ايدك مثلا وانت ماشي كده، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ مل الإسلام، مل الأمة. يعني قل لي بالله وتالله، والله 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 لن تنجو هذه الأمة لو سقط منك الايه الملف الإلحادي. فركز فيه يعني، سيب احمد عماره وشيله من دماغك. يعني دي وثنيه، دي دعوه للوثنيه. ازاي احمد عماره يقول ان انت يعني لما تكرر الفكره وتكرر ايمانك بيها وتركز عليها وتركز عليها وتؤمن بان هي هتتحقق ازاي؟ دي وثنيه، ده شرك، ده شياطين بيوحون الى اوليائهم، ده جن، ده مش عارف ايه. انت عندك فكره الالحاح في الدعاء دي فكره منطقيه يا عم هيثم؟ ان انا اقعد اقول يا رب اعمل لي كذا، يا رب اعمل لي كذا، يا رب اعمل لي كذا، ومن امتى الناس لما بتقول يا رب اعمل لي كذا بيعمل لهم؟ ان لم تذاكر لن تنجح مثلا، ان لم تشتغل لن تاكل، ها، ان لم تفعل لن تجني، لازم تكون انت فعال. بيقعد يا ربنا للصبح، تخيل مثلا واحد ايده مقطوعه تقول يا رب طلع لي ايد، هل ربنا هيجيب لي؟ هل في حد ايده مقطوعه بيروح ايده يا ربنا؟ الحاجات المستحيله ان الانسان يحققها بنفسه ربنا بيحققهاش. فانت يعني قبل ما تقعد تنتقد في الناس وتقعد تقول وثنيين وكلام ده، فكر في الوثنيه اللي عندك انت. وما الله نفسه الا وثن كبير، يعني حصلت عمليه تصفيه ما بين الاوثان، وفي الفرز النهائي طلع وثن واحد، فالابراهيميين مكيفين منه، الهندوس اللي انت بتهاجمهم علشان اليوجا والحاجات دي عندهم اوثانهم. بعدين ايه فكره ان انت تقول ان اليوجا حرام علشان وكفر عشان خاطر هي دين عند اهلها؟ دي اليوجا، اذا كانت اليوجا وتمارين اليوجا دين عند اهلها فهي تمارين عندنا احنا. هو لازم الحاجه بتتاخد زي ما هي؟ لا، بص عبقري زمان بيقول ايه بقى، هي يقول لك لا، ما اصلك هم قالوا ان الناس بتسرق منا هذا الدين، وان اليوجا لا يمكن ان يتم الا في اطار الدين. هم بيقولوا كده، هم حرين يقولوا اللي هم عايزين. المهم احنا بنعمل ايه؟ نتشغل مخك يا عم هيثم مره لوجه الله. يعني انا عارف تفذ وعبقري والمعي وكل حاجه، بس يعني برضو الافزاز بيحتاجوا ان هم يشغلوا مخهم لوجه الله. يعني هنا في مخ، مش جزمه قديمه يا عم هيثم، هم مش جزمه قديمه مصديه، هم عندهم اليوجا دين. البشر والغرب اخذوا اليوجا دي تمارين وتامل وحاجات من دي من غير الدين. التانيين بقى بتوع الهند بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان دي ما ينفعش تكون الا دين، ما حدش يسرقها منا. والتانيين بتوع الغرب بيقول لهم لا، ايه شوفوا حد ايه، لان احنا ملناش دعوه بالكلام ده، احنا عجبنا الموضوع ده وخدناه، ما هياش ايه احتكار. هي ده الموضوع. السلفي مخه تحس ان هي متربسه مصديه. هو اذا ما كفرش السلفي، انسان السلفي اذا ما كفرش حد ما يرتاحش ابدا، يعني ما اتهمش حد بالكفر ما يتحش. عشان كده هيثم نزل فيديو يكفر احمد عمار ويتبوا ان الشياطين لا يحون الى وربنا قال كده، ربنا قال ان شياطين الجن والانس مش عارف ايه والكلام ده. ليه يا عم الحاج الحرب دي؟ وانت ما ينفعش تقعد في سلام ابدا، وانت يعني انت خلصت على الملحدين، بتتجه دلوقتي للمؤمنين تكفرهم؟ يركز في ملف الالحاد يا عم، خلينا
خلينا نلاقي حاجة نرد عليها ونضحك عليها.